عشان نبقى برضو محقين. ايوه وصلنا ان احنا مهتمين بالمشروع الصغير المتوسط. هذا لا يكفي. انا معاكي 100%. تمام. ده لا يكفي، هل احنا وصلنا للي احنا عايزينه؟ لا طبعا لا. تمام. خلاص. بس يكفي ان انت النهارده حضرتك من 5 6 سنين ما كنتش ممكن نقعد نتكلم في حاجه زي كده. النهارده بنتكلم فيها، بنقول عندنا مشاكل. لينا طلبات واضحه المعالم جدا. مين لينا؟ حاليا بنتفق كمجلس نواب، كاتحاد، كقوى مدنية، كمهتمين بالموضوع، يعني معظم الأطراف المعنية المهتمة المدركة لمدى أهمية هذه المشروعات متفقين خلاص. تمام. على إيه؟ تمام، هو ده الكلام. نحن حاليا متفقون لابد من وجود كيان واضح المعالم لديه صلاحيات في هذه الامور في المشروع الصغير المتوسط. صلاحيات بمعنى ايه؟ يعني انا مواطن دلوقتي وما عنديش شغل وعايزه اعمل مشروع صغير او متوسط حسب امكانياتي وحسب قدراتي. مفيش جهه اتعامل معها؟ اكيد في جهه. في جهه بس لا تملك كل الصلاحيات. وفي تعارض ما بين الجهات. وفي جهات متنوعه. ايوه. محدش بيقول انه مش كلهم عايزين ينشئوا صناعات صغيره فعلا متوسطه او مشروعات صغيره متوسطه، انما هذا التضارب وهذا اللا اتحاد بيخلق نوع من انواع الدربكه، طرد، مش عارف يعني بزهق. انا كمواطن ازهق. شيء طبيعي هتزهق. ايوه. خاصه ان انت ما عندكش مسار واضح المعالم لاقامه المشروعات الصغيره المتوسطه. ايوه. فشيء طبيعي انك هتزهق. وخدي بالك اللي بيبدا مشروع صغير او متوسط ده، او خلينا صغير سيب بقى متوسط. تمام. زي ما بيقولوا ايه، عظمه طري، لسه صغير. لسه مش عارف. مش مدرك. ايوه. فشيء طبيعي لو انا ما خدتش بايده طبعا هيزهق. صحيح. ده بالعكس، ده المفروض بقى مش ان هو يجي يقول لي انا عايز اعمل مشروع صغير، لا ده انا العكس، المفروض اقول له تعالى. صحيح. عشان أجزبه. تعمل اجذبه. انا اجذبه. مش هو يجي لي وانا اطرده. وانا اطرده. تمام. يبقى ما عملناش حاجه. ايه بقى؟ ايه؟ هو انا عايز